جرتنا أقدامنا إلى عتبة هذا الدار، والتقينا عندها برجل ابتلاه الله بمرض وراثي حتى تمكن من جسده وبات على هذا الحال. يحدثنا عن حاله ويقول: لم أكن أعاني بمثل هذه الصورة، ولكن ما إن تزوجت وأصبح لدي أطفال حتى بدأت تظهر الأعراض، وعام تلو الآخر يصبح نومي وجلوسي وقيامي مع الألم والوجع، ولم يبقى لدي إلا آخر فرصة لإجراء عملية جراحية ومعالجة الانحناء في العمود الفقري. والله الطبيب قال لي العملية تفيدك، إنه عملية تعديل العمود الفقري، لازم نسوي عمود فقري، عدل عمود فقري، وبعدين نعالج ضمور العضلات. هذا بيت يعني من ضمن الجامعة؟ هذا ضمن الجامعة، أنا خادم بالجامعة. أبا ليلى ليس الوحيد من يعاني في هذه الدار الصغيرة، لكن شقيقته أيضا قد نال منها المرض وباتت مقعدة، وتحطمت حياتها إن صح التعبير بذلك، ومخاوف العائلة اليوم من أن يتكرر المشهد ويصبح هذا الرجل مقعدا وتنتهي حياته، ولم يبقى لديه إلا بصيص أمل بمناشدة الضمائر الحية عسى أن تستجيب له. أعطيك كف يعني أمس يعني تعرف عندي ابني على كبا، وأنا أسكت أظهر هكذا، هو يعني طالب مدرسي صعبي، أنا بس يعني هاي تقضي شغلي وبس، بس هاي تقف على إداري دانيال. إيه والله خطية زين معك. إيه والله، إيه والله، ما هو يعني كان بهتلت أنا، طب منو يجي داري هسه مريض ما حد. بين مشهد من ابتلاهم الله بالمرض وبين من ينظر إليهم بحسرة شديدة، هذا دانيال يحمل في قلبه صبر الأنبياء ويقاتل من أجل دراسته تارة وإعانة خاله وأمه تارة أخرى. رفض الحديث عن الأمر، لكن تعابير وجهه كانت ممتلئة بمشاعر الحزن والأسى وبعض العجز. ساد الصمت وطغت ابتسامته الممتلئة بالوجع لتحكي ما لا يمكن للكلمات وصفه. أما نحن فقد حاولنا أن نكون صوتا لهذه العائلة وننقذ حياة هذا الرجل قبل فوات الأوان. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.